لذلك يقول لك ده خد 45 في 45 في 5 وشغال. لكن المشرع كان من الحكمة والفطنة انه يقف عند نقاط. قال طيب وانا هسيب الراجل ده يديله 545؟ قال لا. فرح جاي قال بالنسبة للجنح وبالنسبة للجنايات حطلنا معايير. قال الجنحة ما ينفعش الراجل يقعد على ذمة الحبس الاحتياطي أكثر من 3 شهور، تاني أكثر من إلا 5 أيام. إيش معنى؟ قال لابد في 5 أيام قبل ما ييجوا ينتهوا تكون أحيلت القضية إلى دعوة في المحكمة المنظورة. إن كانت جنح يبقى إحنا بنتكلم في الجنحة، تحال في خلال، يبقى دي أقصى مدة ياخدها في الحبس الاحتياطي إلا 5. طب لو عدوا 5 أيام وما أحالش يسقط الحبس الاحتياطي وجوبي، وتدخل بمنتهى القوة قدام القاضي تقول له كلمتين: بلتمس إخلاء السبيل وجوبيا لانقضاء مدة الحبس التي نص عليها المشرع ولم تحال. هيخلي لك سبيله وانت واقف، ولي فيها أمر في جناية هحكي لحضراتكم. طيب ده في الجنح. طب في الجناية؟ قال في الجناية نفس الوضع، إذا مر 5 شهور إلا 5 أيام ولم تحال أصبح الأمر وجوبيا بإخلاء السبيل. وبعدين رجع المشرع عشان نلم الموضوع، راح جاي في قانون بتاعنا الإجراءات الجنائية في الأكواد، وهقول للناس اللي مش عارف الكود يعني إيه هشرحه. قال إنه بشكل عام كل الموضوعات لا تقل مدتها أو تزيد عن الجنح 6 شهور على ذمة الموضوع وتكون المحكمة فصلت فيه، الجنايات 18 شهر وتكون المحكمة فصلت فيه. طيب قال له لكن إذا كانت الجريمة المرتكبة هي الإعدام عقوبة لها أو الأشغال الشاقة المؤبدة عقوبة لها، الراجل ده يقعد على الذمة وما تفصلش في موضوعه قد إيه؟ قال ما دام أحيلت للمحكمة في مواعيدها ووصلت إلى 2 سنين يخلى سبيله وجوبيا إذا لم يفصل في القضية.